سيد عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ تامر. أخبارك إيه يا جميل؟ إن شاء الله أكون بخير. بخير والله الحمد لله. طيب سيادة النائب، عايزين وحضرتك سمعتني وأنا بتكلم يمكن عن حقوق العمالة، ومفاجأتي إن في النسبة الأكبر من العمال والموظفين في القطاع الخاص للأسف مش ماضيين عقود ومش متأمن عليهم. ازاي نغير هذا الوضع؟ طبعا ده حقيقي. تسمح لي بس في الاول طبعا ان احنا نقول ان يمكن العماله غير المنتظمه يعني حازت على اهتمام الدوله المصريه خلال الفتره اللي فاتت، لان طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هذا القطاع وهذه الشريحه كانت يعني حقوقها مهدره بشكل كامل، وكان في حاله من الجور على هذه الفئات وهذه الشريحه، وما كانش طبعا لا بيؤمن عليها ولا طبعا بتاخد حقوقها. ويمكن ده برز في تعديلات قانون العمل اللي يعني ادت جزء كبير جدا من الحقوق المتعلقه بالعماله غير المنتظمه، وكمان التامينات والمعاشات لما طبعا انشاوا صندوق الحمايه التامينيه ليهم برضو. وزي ما اتفضلت وقلت ان ال 500 جنيه اللي الدوله كانت بتمنحها دي، لكن هو في الحقيقه احنا محتاجين برضو عشان نقدر نوصل المعلومه السليمه. انت تحدثت عن مساله ان القطاع الخاص لا يسجل، وده حقيقي، لانه طبعا في عندنا في هذه المشكله في عندنا جزئيتين. اولا الجزئيه الاولى ان بالفعل في محال وفي يعني منشات تجاريه تسجل، وده اقتصاد يعني غير موجود في الاقتصاد الرسمي للدوله، اقتصاد موازي طبعا لم تسجل وفقا طبعا لقانون المحال العامه. وده طبعا يعني اذا كان هو نفسه كمنشاه غير مسجله، فبالتالي العماله اللي موجوده معاه عماله غير مسجله وعماله غير منتظمه. ايوه. الشق الثاني ان طبعا في منشات مسجله وقانونيه وكل شيء، لكن هي لجأت بقى علشان لا تتحمل اعباء هذه العماله لجأت الى مكاتب وشركات التوظيف. مظبوط. اللي هي بطبيعه الحال ايضا لا تسجل كامل العماله اللي حضرتك بتشوفها دي. يعني لو حضرتك داخل على منشاه سواء كانت محل او مطعم او ما الى ذلك وفيها عماله كبيره، غالبيه هذه العماله هي عماله لا تتعاقد مع المنشاه دي، هي تتعاقد مع شركه توظيف او شركه عماله ومعظمهم غير مسجلين. مظبوط. فده طبعا يعتبر اهدار لحقوق هذه العماله، يعتبر طبعا اهدار للمال العام ويؤثر على الاقتصاد المصري، لان طبعا سواء كانت المنشاه غير مسجله او العماله فيها غير مسجله في قانون التامينات، فده يمثل ايضا اهدار واقتصاد يعني اقتصاد في الظل كده غير مدرك في الاقتصاد الرسمي. مظبوط. فده يصدعه ايه؟ يصدعه ثلاث امور. اولا تفعيل قانون المحال العامه علشان تسجل كل المنشات يعني بكافه انواعها في الاقتصاد الدولي وتدرجها في الاقتصاد الرسمي للدوله، وفي نفس الوقت الزام بقى العماله هنا كمان. لان مهم جدا ان هذا العامل يذهب بنفسه ويسجل نفسه، لان عدم تسجيله اهدار لحقوقه وتضييع حقوق الدولة. هو احنا كنا بنناقش النقطة دي يا سيادة النائب، كنا بنناقش النقطة دي يا عمرو بيه، انه الآلية بتاعت الشكوى ومكتب العمل والتقاضي لازم تختصر وتفعل. ليه؟ لأن لو العامل دلوقتي راح اشتكى ان هو مش متسجل وعايز يسجل نفسه، الوقت ده بياخد مينيمم ده لو في سرعة يعني من 6 أشهر لـ8 أشهر. معناها ان هو طبعا صاحب العمل اول ما يعرف انه راح اشتكى هيفصله. معنى كده ان هو من 6 أشهر إلى 8 أشهر مش هيقبض ومش هيسترزق وبيته اتخرب، فعمره ما هيروح يعملها. طيب احنا ممكن برضه اقول لحضرتك حاجه في هذا الاطار. هو انا اعتقد اذا كنا في حاجه يعني وزاره العمل وطبعا الهيئه القوميه للتامينات اذا ما ارتوا الى حاجه الى تعديل تشريعي ان انت تؤسس لقطاع داخل هذه الجهات، قطاع مثلا حقوقي او أيوة. قطاع من المحامين، ان يبقى لازم يتشرع اليه يعني. يا عمرو بيه انه تضمن لي عند الشكوى والمطالبه بحقي بعدم الضرر وعدم الاذى بس، وفي نفس الوقت يكون ينتدب محامين برضو من خلال هذه القطاعات يبقى للدفاع عن العامل. يبقى العامل النهارده هو رايح مقدم الشكوى، يعني اذا ما ثبت صحه الشكوى يبقى في محامي جاهز للدفاع عنه، يبقى حقوقه مصار. طيب انا عشان عندي صاحب المنشاه اذا بقى حاول انا عشان عندي بس عندي فاصل اجباري، فانا عملت اللي عليا دوري اهو كاعلام
وبحملك وبشيلك الشيله معايا اهو عمرو بيه باعتباركم النواب والمشرعين، ارجوكم تعالوا نشتغل بصدق لحمايه ملايين ملايين العمال غير المنتظمين في مصر. مفيش مانع، واحنا استعداد لو في حاجه لتعديل التشريع احنا نقوم بيه برضه، مفيش اي مشكله خالص. خلاص هننسق مع بعض، وانا بشكرك على الاهتمام وبشكرك جدا على المداخله النائب عمرو درويش النائب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، ودي مش النهايه، دي بدايه الكلام، لانه انتم عارفين انا تعودت ان لما بفتح ملف لازم انهيه كما ينبغي على راي حسن مصطفى في مسرحيه سيدتي الجميله.